مثل أي قطاع من قطاعات الدولة الحيوية، جاءت الثقافة أو القوى الناعمة مكملة لخطة التنمية الشاملة التي أقرتها القيادة السياسية. خلال 8 سنوات عملت الدولة خلالها على تطوير المؤسسات الثقافية ضمن منظومة تنوير كبرى للشعب المصري، لا سيما الشباب. المزيد نتابعه في هذا التقرير. طفرة غير مسبوقة شهدتها الثقافة خلال 8 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، حيث حرص منذ اليوم الأول على النهوض بالقوى الناعمة في الدولة من خلال الاهتمام بالثقافة والفكر والإبداع وبناء الإنسان. فخلال سنوات تولي الرئيس السيسي المسؤولية، عملت وزارة الثقافة على تطوير المؤسسات الثقافية، حيث تم افتتاح 56 موقعاً ثقافياً جديداً خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، ما بين إنشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير. كما تم استحداث هيكل تنظيمي لديوان عام وزارة الثقافة، وعملت الوزارة على تعزيز القيم الإيجابية بالمجتمع من خلال تنفيذ 113,000 مشروع ثقافي، أبرزها مشروع أهل مصر الذي يهدف إلى نشر الوعي الثقافي ومجابهة التطرف الفكري ومكافحة ونبذ التطرف والعنف. وفي مجال تنمية الموهوبين ودعم المبدعين، تم تنظيم 133,000 نشاط ثقافي، على رأسها استحداث جائزة الدولة السنوية للمبدع الصغير لمن يقدم منتجاً ثقافياً مبتكراً ولم يتجاوز عمره 18 عاماً، وذلك تحت رعاية قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي. وكذلك دعم الصناعات الثقافية من خلال تنفيذ 6,600 نشاط ثقافي في هذا الإطار، وأيضاً حماية وتعزيز التراث الثقافي والذي شمل تنفيذ 15,000 نشاط ثقافي. بهدف تحقيق العدالة الثقافية، تم إطلاق عدد من مشروعات التنمية في مصر، حيث قامت الوزارة بإطلاق 29,000 نشاط ثقافي في مختلف المحافظات من خلال مشروع المسارح المتنقلة لوصول الخدمة الثقافية إلى مختلف القرى والنجوع، وهي عبارة عن وزارة ثقافة متنقلة تضم معارض كتاب واكتشاف مواهب وعروضاً فنية وثقافية وتدريب حرف تراثية وغيرها. وبالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، إلا أن وزارة الثقافة تحدت الصعوبات ونجحت في تنظيم الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي كانت دورة استثنائية. وفي مجال النشاط الدولي أيضاً، أعدت وزارة الثقافة الجناح المصري للمشاركة في معرض بينالي فينيسيا الدولي للعمارة في دورته 17 لعام 2021، ومن خلال الأكاديمية المصرية للفنون تم تنفيذ أول دروس اتكلم عربي تحت رعاية رئيس الجمهورية وضمن مبادرة وزارة الهجرة والشؤون المصريين بالخارج لتعزيز الهوية لأبناء الجالية المصرية. كما نظمت عدداً من ورش الفنون اليدوية التي تعبر عن التراث المصري بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، إلى جانب الإعلان عن إطلاق سلسلة تحت عنوان متاحف وقصور في مصر لكافة المتاحف التابعة لوزارة الثقافة للترويج وتسليط الضوء على المظاهر الثقافية والحضارية المميزة بمصر.